arrière-plan. Arrière-plan. طبعا يا ستار يا صباح اليوم طبعا احنا نتمنى السلامة لكل مستعملي الطريق، ولكن اليوم اخترناه بديلا عن موضوعات السياسة لانه موضوع نعتبره حارق وحرق جدا. احنا اذا كان ناخذ عينة البارح فقط، تصادم 9 سيارات وحافلتي نقل عمومي وسيارتي تاكسي جماعي على مستوى العاصمة، يعني روتيكس الطريق اللي يهز المطار تونس كارتاج، يعني هذا على الصباح. ولكن ما هيش حالة تقريب فردية ولا حالة استثنائية ولا هكذا، تقريب وضعية حوادث المرور في تونس جعل تونس تتصدر من ضمن الدول، مش طبعا يعني الأولى، اللي هي في هذه النسب والكارثية على مستوى تداعياتها، الأرواح البشرية والأضرار الجسدية والأضرار المادية على مستوى السيارات. أخزر إذا كان أخو عينتين 2020 حوالي 4520 حادث مرور، حوالي 880 قتيل و6000 شخص مصاب. في 2021 فات العدد 950 ألف حالة 950 عفوا حالة وفاة، 7000 جريح و4800 حادث. يعني هذه وقائع تقريب من الإحصائية، مازال ننتظروا 22 لأنه زال في بداية السنة، ولكن الظاهرة اللافتة ما شفناش الحقيقة سياسات قوية للتحكم في حوادث المرور اللي تكلفتها باهظة. كما قلت لك الأرواح البشرية هذا مؤكد، ولكن حتى التكلفة المادية لحوادث المرور كبيرة وكبيرة جدا. شوف المستشفيات تشتغل عليها، شوف الأسطول السيارات، شوف غيره. الأسباب كثيرة الحقيقة، جزء منها مرتبط بالمسائل متاع البنية التحتية متاع طرقاتنا، ولكن جزء كبير فيه مسؤولية الأفراد المستعملين للطريق. احنا اللي نستعملوا في الكياس، يعني مانيش دي سبيسياليست لا في الكرهب ولا في حتى شيء. انا نقول لك اللي سبب له اللي نشوف فيه عايشة به كل يوم هو السرعة. السرعة سرعة وعدم الانتباه والتشنج والتشنج وعدم تقدير المسافات الكل عليه. يعني حتى في رمضان تو قبل ساعات نرميوها وساعات نرميوها على اللي ويكند حسب الاحصائيات، يمكن ربما السهريات وغيره وكذا. لا لا ولكن لا هذا لا لا في رمضان يعني جرعوا طايرين الناس كل في الناس مسؤوله بشكل مباشر عن هذه الحوادث اللي مشاو في كثير من الدول لعقوبات زجريه وزجريه راهو في علاقه بموضوع حوادث المرور. احنا الحقيقه مسيبين، وكما كنا نحكيوا على كل المرافق وعلى كل المناشط مسيبة حوادث الطرقات. قال محمود قلت البارح، واحد كياخد الطيارة يقرأ فاتحة ويقرأ سورة القرآن ويعوض باعتباره خايف من الطائر. تي المفروض يعملها كي راكب الكهرباء في تونس تو. بالحق ولا بالحق كل واحد هذا ما معنى الخطر أخرى. تشوف الناس كل غريبة، الناس كل مزروبين. أي صحيح، وتهو تقهر وماشي القهوة مثلا ما حدش يمشي القهوة بالحق ولا هي لا بالحق. أما مزروب بدي زايب بدي زمر لك متالي معناه لا، ويخرج آخر وقت من داره وبعد يخلق مشكلة في الطريق. لاحظتها أنا يخرج آخر وقت، يخرج أنت تحب توصل الوقت هذاك أخرج بكري أقرح حسابك في في الزمن. وبخلاف هذا الكل فما مراو في الأغلب، في الأغلب نحكي على تونس الكبرى، رانا ما نحترموش قانون الطرقات، ما نحترموش. مش كان تونس الكبرى راهو يبدأ شاد كياس دو فوا ولا تروا فوا، كيبدأ راجع على اليمين ما يحطش كلينتور، راهو يبدأ ماشي قدامك في أي وقت يشد فران ويدور ماخ وراحته جاوبه. راكي تبدأ في كروازمان ولا في فول يبدأ ويقف بحذاك على اليمين يجي قدامك ويدور على اليسار من تخارج. حتى المواطن نفسه اللي يعبر الطريق يعني على ساقه ساعات كانوا عنده احساس الكهرباء ذيك تشد فران تقف. ما نفهمش كيفاش نتصرفوا مع بعضنا. أيه. اضافه لحاله التشنج اسمع رجب مثلا تكتب تقول حتى كيف تهزلوا يدك تقولوا نقص شويه جري ما يعبركش. إيه تقول تقول الكراهب ما همش حاسبين لا كبير ولا صغير. أيه. تقول خاصه التاكسيات واللواجات نستعبد في الكياس تعبت بالحق يخوف الكياس. فما مشكل اليوم في الكياس، فما مشكل كبير. مشكله اخرى زاده مراه مهم نعرفش قداش نسبته في التاثير على الحوادث الطرقات. عملت طلب بكري ما لقيتوش ما خاطر نزرب السلعة الكونترا والسلعة اللي بعيدة على الكاليتي متاع الدوريجين بما فيهم الحاجات اللي تبعين الفرام متاع الكراب والبنو. برش عباد ما يعرفوش البنو متاع الكراب راهو فيهم دات كيفهم كيما الياغورت عندهم دات. العجلة ملي تتصنع عندها عمر معين تعيشه ومن بعد تنحاه. هذا كله راه ما تقعدش تعيش بها العجلة حتى لين دو. وسماح احنا السواق
فما جاري مهملين. ولاحظ انت ساعات تلقى راجل كبير ويسوق في كميونه قديمه وغيرها ما عملش حوادث الطرقات كما تعملها السيارات الجديده والمضخ. صحيح. وهو بامكانياتها، لكن الانفلات عاد السلوك هو المشكل. خليني هذاك الموضوع 200 و150 و140 انت مع معارضك حتى مره مواطن يسوق في الكهرباء ويكتب في مساج؟ اي ولا يتكلم بالتليفون؟ لا لا يتكلم عديتها عليه، خليه يتكلم، خليه يتكلم يا اخي. تصور انت واحد يسوق ويبدا يمشي وراك، انت عارفه يمشي وراك، وكي انت دوبلت عليه ريتو شادد التليفون يكتب، معناها انت القدام كيش على ضوء احمر شنو تعمل؟ عارف السيد يكتب في مساج وراك، وفما شكون حاطط سيبور نتاع التليفون ويقبل ابل فيديو وهو يسوق. انت ما زاد فما حاجات من وراء العقل شنو؟ وسع بالك الكل نعملوها الكل. ايوه انا ما نعملوهاش. اهلا وسهلا. شفتوا نجيك معناها تكتب في مساجات وانت تسوق نجي؟ تليفونك بستيلو مساجات؟ لا ما نتصورش. من تحل ابل فيديو وانت تسوق نجي؟ لا 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 بون، نقبل مكالمات معناها بالبلوتوث، معناها بالبلوتوث ولا تحط مع البوست نتاع الكاميرا. اما شوف، اما والله العظيم معناها شفت جربت انا عملت مره حادث بسبب التليفون. فوالا معناها نتكلم مع شخص. فوالا خاطر راهو كي تقبل مكالمه وانت تسوق ما عادش تركز 50% من تركيزك مشى للتليفون، مشى للتليفون، خاصة كان واحد طالب فلوس. وقتها من التركيز الكل يمشي. اي اي معناها تلقاك وتلقاك خاصة كي تبدا تجري، تبدا الكهرباء تجري مثلا كيما ما عادش تتحكم فيها كيما يلزم. تفيق بروحك كان يعني فما فوق قدامك وانتهى الموضوع. انتهى الموضوع ده. وان شاء الله لباس للجميع، طريق سليمه للناس الكل. يفضلكم نقصوا شويه من السرعه، نحترموا اكثر اشارات المرور والتشنج. ارحموا بعضكم في الكياس، ارحموا بعضكم، راهو شهر رمضان، ارحموا بعضكم، يقف خلي غيرك يتعدى والله حتى. شكرا لكم.